القصف مستمرا على حي ابو عمر، اليوم تاريخ 17/2/2012، هذا اليوم الرابع عشر على التوالي القصف. هاي قذائف الهاون والصواريخ التي يعني اجمالات الصواريخ تبعد عن هذا المكان اقل من 500 متر، هي متواجده هنا في المدينه الجامعيه، تستهدف بيوت الامنين وبيوت الاطفال. القصف لم يهدأ منذ اكثر من منذ اسبوعين تقريبا. هذه شوارع ابو عمر خالد، لا يمكن لاي انسان ان يعيش تحت هذا القصف. هذه شوارع بابا عمر خليل، القناصم تنتشرون هنا على هذه الأبنية.